أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم ضيفنا بالحلقة الثانية معنا بالأحرى، والأخ أحمد سندباد من العراق، الملحد العراقي المجاهر الأول، يعني من أوائل المجاهرين معنا. خلونا نرحب بالأخ أحمد. أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. أهلا وسهلا بيك وبالمشاهدين وباللي ظهروا قدامي بالشاشة، وأشجعهم وأهنيهم على الشجاعة اللي ينطقون بينهم بالإلحاد، وإذا يعني أعرف بأنهم أشوفهم أشجع شيء بالوجود، أحسن ما أكو هواي ملحدين تعرف ما يقدر ينطق هاي الشيء، بهم الأوائل. كل تأكيد، كل تأكيد أخي أحمد. أخي أحمد، يعني نحن حكينا، يمكن أنت حكيت عن سيرتك الذاتية أو تجربتك مع الإلحاد قبل هالمرة هاي. يعني نحن هلا الحلقة هاي بدنا نحكي فيها شوي يعني بإطار الدين والإلحاد، بس في أسئلة تانية. يعني انت بعثت لي بعض الاسئله، رفض الخروج من الدين، يعني الناس اللي ترفض الخروج من الدين بدك تعلق عليه، فالميكروفون معك واللي بدك اياه تقوله، تفضل. اوكي، شكرا لك جون. رفوض الخروج عن الدين، المجتمع الاسلامي يعني يرفض الشخص من يخرج عن الدين ويفتكر بان هو حصل على مال على مود يصبح ملحد، او حصل على فد شيء يعني على مود يصير ملحد. هذا يعني اكبر دليل بان هو ما بنى قاعده قويه ويفكر بهذا التفكير، يعني تفكيره كله بالمال. أنا بالنسبة لي بقناعة، وحتى لو عدت للعراق راح أقول ملحد، لأن أنا المبادر الأول بالمجتمع مالي بإطلاق أنا ملحد. وأنا ملحد مو من شخص علمني، ولا صرت من بطن، يعني من طلعت من بطن أمي قلت أنا ملحد. أنا قرأت وتعبت، وما يعني ما أقول لك أنا قرأت بكل طرق، بس اللي وصلت لي بأن قناعتي هذا الشيء، وما أريد شخص يتهجم عليه بغير طريقة. أنا مستعد أناقش كل إخواني المسلمين، ولد منطقتي ولد مدينتي، احترام لهم كلهم، المسلمين المحترمين اللي بادلون المشاعر الطيبة، كل احترام لهم مستعد أناقشهم، ومستعد يقدمون فكرهم لي وأقدم فكر لهم. اللي عجبهم فكري عجبهم فكري، ما عجبهم فكري ممكن إحنا نبقى أصدقاء، والاختلاف بالآراء هذه عادي، شيء عادي يعني مو جريمة. وانا نفس الوقت انا ما صرت ملحد، ما صرت يعني طلعت بقناه او بتلفزيون قلت انا راح اقتل. انا لا، انا ملحد، انا احب الانسانيه، احب العمل، احب التخلص من العبوديه، نوصل مجتمعنا للتقدم احسن من ما احنا صار لنا سنين جاي نرجع للوراء، والمجتمع كله والشباب يعرفون بان مجتمعنا ما تقدم ورا كثره الاديان وكثره الجوامع وهيمنة الدين على الشخصيات، ومنعوا التقدم حتى الشباب التفكير. وهذا الشيء مو من جانب الإنسانية بالمجتمع مالنا، مو من جانب الشباب تقدم بهذه الطريقة. يعني احنا افرض لك فرض، يعني احنا وصلت عند الشاب مالنا المثقف اللي المحترم، هو لو المجاهد لو اللي يقاتل، احنا مو بهالطريقة. ناخذ الإنساني الأكثر، اللي يعمل طيب، اللي يدافع عن الحرية، هو هذا الإنسان المجاهد. أنا يتصور لي هذا اللي أرد عليهم، أقول لهم كل احترام لكم، بس أنتم مثل ما أنا محترم دينكم ومقدر دينكم، أنا صح أنتقد، من حقك أنتقد دينك، ومن حقك أنت تنتقد، تعارض رأيي، من حقك تعارض رأيي، وأنا ما راح لا أسبب لك شيء ولا أنت تسبب لي شيء. وهذا اللي نريد نوصله، يعجبك فكري يعجبك فكري، ما يعجبك فكري هاي يعني مو انا اجبرك علي، انا احس انت تجبرني مو انا اجبرك. شكرا. بالضبط 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 أحمد. يعني إن مثل ما بقولوا ما شاء الله، يعني يجبرون، مو بس على يجبرونك على أشياء، يجبروا مجتمع كامل. على كل حال، في بيقولوا لك شو فهمك بالدين؟ يعني أغلب المسلمين
بكون ما فهمان ما عارفان راسه من جريب دينه. لما بيجي اول ما بيناقش الملحد، انت شو فهمك بالدين؟ قال له انت ايش فهمك بالدين؟ تفضل. شكرا على السؤال. طبعا هو هذا السؤال اللي ينسال لكل ملحد، واحنا معلوماتنا بسيطه يعني، ما اقول لك احنا انا بروفيسور لو شيء، لا طبعا انا مواطن عادي حاله حال كل مسلم انولد وصار مسلم، بس اني فكرت بهذا الموضوع ودققت بهذا الموضوع. لا من يعني من المستحيل بان اكو انسان عاش ببطن حوت 40 يوم، مستحيل اكو يعني اكو نبي شال من كل زوجين صعدهم بسفينه، من المستحيل عودة انقلب حيه. من انا اصلا من شخص ما مؤمن بالجن نهائي، والجن ما اعتبره موجود، هذا الشيء خرافه وذني ما يدخل الدماغ يعني، انا فريت منه مستحيل يدخل الدماغ. يعني يجيك يقول لك ايش فهمك بالدين؟ انا شلون يعني ايش فهمني بالدين؟ انا اعرف اصولنا، احنا سومريين، ولا انت تفتهم دينك لا تفتهم بالدين عدل، بان السومريين كانوا يعبدون 7 الهات، من ضمنهم السماء والارض، ام الاله يسمونها، والهواء والمي يعني 7 الهات تتعدد الهاتهم، وكانوا بيمارسون بالمعبد مالهم الثقافه والابداعات والرسم والصخريه الأشعار الإلحادية والشعر العام وكل الأشياء يمارسونها. هاي ثقافتنا. أنت من جاي تجيب لي دين صار له 1400 سنة تريد تفرض عليه فرض؟ من المستحيل أنا أصير ما أفتهم. أنت من تريد تفرض عليه فرض أنا ما أفتهم، أنا أتفق وياك، من تريد تفرض عليه فرض أنا ما أفتهم. احنا من نريد نقول ما نفتهم، لو عدناها 1000 مرة بأن يعني أسفنا من هذا الشخص اللي أمس يعني شو نريد نقول عليه، وحش قذر اللي أمس فجر نفسه. هو هذا ينتمي ثقافاتنا، ومن تحكي وياه قال لك أنت ايش فهمك؟ إيه ما هذا منك يعني، هذا من عندنا. على قولت واحد عربي يقول هذا من عندنا، وين نريد نودي؟ هو عربي، عربي اللي فجر بلجيكا واللي قتل آلاف الناس بالشارع ووقعهم، هو كله بسبب احنا ما نفهم الدين وانتم اللي فاهمين الدين، وهذا جاي تمارسون الدين. ايه اخي احمد، اسف اسف، كنت عم بفتح السكايب. اوكي اصدقائي انا فتحت السكايب، وممكن تتصلوا فينا من هلا. والحلقه هي يعني بصراحه هي الاخ احمد حابب يرد على التعليقات اللي اجته كثير على الحلقه الاولى، فاللي حابب يعلق واللي حابب يحكي مع الاخ احمد اهلا وسهلا. انا فتحت السكايب من هلا، ف بتمنى انه تشاركونا كمان وتتصلوا فينا. طبعا السكاي موجوده تحت الفيديو بالديسكربشن، جان دوت بروتو. في عندي جاني اول اتصال من الاخ جون. تفضل اخ جون. تحياتي اهلا وسهلا، وتحياتي لضيفك احمد. شكرا جون اخي. البديهي لكل شخص، لكل إنسان، ماذا قدم الأديان منذ نشأتها حتى اليوم للإنسانية غير القتل والدمار؟ هذا أولا. ثانيا، شو السبب يعني ليش حتى نعبد الله، أو مين هو الله أو الإله أو الجاد، وما في أي مستمسك، ما في أي أدلة على وجود هذا الإله؟ فكيف أنت تذهب بشيء ما عنده أي دليل وتقول أنه مثلا نظرية التطور فقط نظرية ومش حقيقة، وفي مئات الأدلة على أنه نظرية التطور هي نظرية حقيقية ووجودية، ويوم بيوم نشوفها في حياتنا في كل شيء، التطور في الأفكار، التطور في البنية، التطور في الحضارة، التطور في كل نواحي الحياة، حتى في الطفرات الجينية. فالمشكلة في أدمغة السلعميين والأشخاص اللي يركضون وراء الأديان، والأديان فقط
سيطرة على العقول الناس لكي يملون جيوب الشيوخ و يعني يسيطرون على مصالحهم. تحياتي لكم. وبالمناسبة عندي سؤال ثاني، امتى راح تكون حلقة أحمد حرقان والأخ أبو يوسف وإسماعيل؟ الحلقة أكيد يعني أنا يعني مع الأخ رياض أمير البحث، أنا أكدت عليه الساعة يوم الأحد الساعة 8 بتوقيت لندن، الساعة 10 بتوقيت القاهرة السورية. يعني جان بدي إياك يعني هذا اليوم خاصة تحدد بالضبط، مشان أنا راح أترك كل مواعيدي وكل أشياء مشان أكون معاكم. وتحياتي لك وللأخ أحمد سندباد وأشدوا عليكم. شكرا شكرا جزيلا. وبالكودي راح أقول لكم خوش مدوين من كل قلبي، يعني بحبكم من كل قلبي وتحياتي لكم. سرتشافا برا سرتشافا. على كل حال بشان حلقة شلة ملحدين أنا راح أعلن عنها بس بكرة أو بعد بكرة، لأنه ما أخذت الأوكي لسه من إسماعيل وأحمد، فأنا بعثت لهم رسائل، أخذت الأوكي من أمير البحث، بقيان إسماعيل وأحمد أخذ منهم الأوكي، وأنا بحيطة البرنامج يعني راح يكون يوم الأحد الساعة 10 مساء بتوقيت الشرق الأوسط، خلينا نقول توقيت سوريا فلسطين القاهرة يعني مصر. طيب طيب أخي أحمد، هلا هون في عنا 3 أسئلة. شكرا شكرا جميع الملحدين، شكرا لأحمد. جون، ماذا قدمت الأديان برأيك؟ شو قدمت الأديان غير الذبح والقتل كما قال الأخ جون؟ الأديان الأديان ما قد الأديان بالنسبة لي الأديان هي شلون العسكر، مثل العسكر يعني. العسكر قبل يقول لك امشي عدل لا طبق العسكرية عليك. احنا ماشيين بالدين كلنا بس ما نطبقي يعني بحذافيره. من يطبق الدين بالعسكريه باي جيش، جيش سوري، جيش عراقي، اي جيش، من تطبق العسكريه بحذافيرها الجنود تهرب من المعسكر. الدليل على هاي الاديان اذا طبقت، تعال طبق لي. شوف، الدين الوحيد اللي موجود على الارض اللي يميز بين الكافر والمسلم هو الدين الاسلام. انا مو مهاجمه بالدين الاسلام، انا قبل فتره طبيت على كنيسه وطردوني، يعني طبيت على كنيسه طردني ابو الكنيسه، قال انت ملحد يعني ما تظل هنا. كنيسه بالسويد الموجود مصري قال لي انت ملحد جاي تحول الافكار، فما ممكن تبقى هنا ويانا. فالدليل مو مهاجمه الدين الاسلامي، بس اللي يميز بين المسلم والكافر هو الدين الاسلامي. والكافر من لا يحكم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني كل من ما يحكم بما أنزل الله هو كافر. يعني فرضا نفرض الديانة السماوية، نقول اليهود والمسيح والإسلام، يعني غير ذول الأديان نقتلهم؟ يعني الإنسانية وينها بهالدين القاتل؟ وانت من انا بالنسبة لي من قرأت الأديان، أنا قريت من المسيح جزء، قريت من الإسلام، قريت الإسلام كله، قريت الإسلام قصة مكتوبة رائعة من كاتب رائع، وتمشي على مجتمع عربي، المجتمع العربي اللي استوعبها أكثر مما استوعبها الغرب، استوعبتها بأمريكا، استوعبوها بكل الدول. المجتمع مالنا يستوعب هيك فكر وهيك قصص، لأن إحنا لحد الآن جاي ننتج إسلام جديد. كل شخص يطلع رجل دين هوسنا له وقدسناه وعظمناه، وخاصة احنا المجتمعات مالتنا الشباب مالتنا ما يعرفون وين يتجهون. جاي كل شخص رجل دين اللي جاي يصنع دين جديد نقدسه ونحترمه ونطيعه أكثر من طاقته. هو الرجل الدين مكانه الجامع. أنا ما ألوم بروسيا بالسوفيت بيوم فلشوا الكنائس كلها، السبب بأنه هو قال لك دمار البلد من وراء هاي المشكلة مالتنا. احنا ما نريد ندمرهن ولا نريد نفلشهن، احنا نريدك نقول لك اقعد بمكانك، لا تتدخل بالحكومات المجتمعيه، انت دين، نعرف دين، انشره بطريقه سلميه على مود الناس تقدر تحاورك. يعني هسه انت من المستحيل انا وياك جون مستحيل نناقش واحد سلفي، لان انا هسه بالمجتمع هنا
من المستحيل تناقش سلفي، بس تناقش شيء يقوم يضربك، يعني توصل لمرحلة الضرب. وانتشار الأديان، خلنا أقول لك فد معلومة كلش مفيدة. الانتشار الأديان، عندي صديقي بدير الزور بسوريا، يقول قبل لا يطبوا لنا داعش، الشيخ مالنا قال لهم ما يطب داعش للمدينة لو كل احنا نتكتل. اتفقوا داعش، قالوا لا احنا ما راح نطب للمدينة، راح نودي 15 شخص نخليهم امنيين بدير الزور. اسمع، شوف الاحتلال شلون سريع، شلون جاي ينتشر بطريقة مو ما حد يحسب لها هذا الحساب، جاي ينتشر بطريقة كلش سريعة. ان ودوا 15 شخص دير الزور، من دير الزور، اسمع هاي الفكرة، من دير الزور 15 شخص، اول ما طبقوا قالوا لي هم دول ال 15 شخص الامني من الدولة الإسلامية من داعش، دول الاقذر خلق الله، اقذر ما نتج بالارض. ذولا من راحوا لدير الزور، اول شيء منعوه قالوا لهم ما يصير تشربون، انتم اسلام؟ قالوا لي راحوا للشيخ، قالوا لا انت مسلم؟ قالوا لي، قال الشرب حرام والحشيشه، كانت هاي المدينه تتواجد بها حشيشه بكثره، قال الشرب والحشيشه حرام يا شيخ، واولادكم جاي يشربون حشيشه، قال لهم منعوهم، واللي يشرب حشيشه والهاي يجلدوه. اسمع شوف شلون انتشار هذا الولد، يعني سولف لها قصه، يقول قصه هو من دير الزور، بقى وياهم 15 يوم والدولة الإسلامية من استحلوا دير الزور. يقول 15 واحد لمدة أسبوعين صاروا 750 شخص من المدينة. يقول طبقوا ممنوع تشرب حشيشة، ممنوع تشرب الكحول، ممنوع البنت تطلع بدون حجاب، هذا شرع الله. يقول آخر شيء كتلوا الشيخ، عارضهم الشيخ، لأن هو الشيخ يتناول يشرب الخمر ويشم حشيشة، قال لهم يابا انتم احتليتوا مدينتي بهالطريقه، انتم 15 واحد صارت ولد العشيره كلها وياكم. سوى؟ قال لهم حاربوهم، تعرف العشيره كلها ولا واحد طلع حاربهم؟ ولا واحد طلع حاربهم، لانه هو فكر من المجتمع موجود، بالمجتمع موجود. اخر شيء طلعوا حطوه قدام العالم، قدام عشيره الشيخ، هو ولده وبناته خذوهم سبايا وقتلوه هو ولده، وعلقوا رؤوسهم بالشارع، بنص الشارع، واولاد عشيرته واولاد اخوانه، يعني واحد معتهم، هو يسولف لي يقول واحد معتهم ابن اخوه، يقول يعني ظلوا يباعون عليهم بالشارع. اذا الدين جاي ينتشر بطريقه، داعش جاي يمثل الاسلام من يطب المدينه، ما يشوفون شيء جديد. والدليل بان هواي مدن هو مسيطر عليها وقاعد، من تقول لي الاديان شلون نتجت وتقدمت للمجتمع، قدمت للمجتمع المسلم، جاي تنتج من عنده ارهاب، والدليل وصل الارهاب للدول الاوروبيه، واحنا مو خوفا، يعني احنا مو نقول خلينا يصير انفجار بلدنا والله يحمد الدول الغربيه خدت تصير امينه، احنا نتمنى يكون الفكر الشبابي، الشباب اللي عندنا بالعراق يطلعون يقولون يابا جاي يصير، احنا جاي نخلص من رجل الدين، يجينا رجل الدين. والدليل بان الاديان دكتاتوريه، اول ما استلم الحكم الشيوعي بالعراق، طلع مفتي، طلعت المرجعيه محسن الحكيم، طلع بالتلفزيون وقال قاتل الشيوعيه، والشيوعيه ما يصير تلزم حكم، هاي اول ما استلموا، وصار لهم 13 سنه يحكمون باسم الاسلام، ما قدرت المرجعيه تقول لهم يابا قاتلوا على الحكومه، ما حد قدر يقول لهم قاتل الحكومه، لان ذولا نص شيعه الحكومه ونص سنه، وقبل باسم يعني عبد الكريم قاسم ما حكى باسم دين، وما حكى ومياله للحزب الشيوعي، قبل طوع عليه فتوى وسقطوا النظام ماله. الدليل بان هذا سكت رجال الدين على الدكتاتوري، بان هو دفع اموال لهم، وطريقه يعني ما اعرف فيها طريقه يدفع لهم اموال، بس الدليل على سكوتهم ورضيهم بالمجتمع. المجتمع احنا مالنا ما حكوا رجال الدين، الا انكتر شاب بالعراق مرتضى الحلفي، يمكن مرتضى الحلفي انقتل، يلا حست والعالم طلعت مظاهرات، يلا حست رجال الدين وقالوا يلا المرجعيه هذه المظاهرات هذه حقهم، ويطالبون بحقوقهم. رجال الدين ناس دكتاتوريين بالاجمع، السنه والشيعه وحتى المسيح، حتى اليهود دكتاتوريين، ينشأ دكتاتور، واحنا ما نقدر نعيش احرار بالوطن العربي اذا ما نبعد الدين نهائيا عن الحكومه.
عن الحكومات، عن كل شيء. نخلي، اسمعني، انا عندي يعني قناعة كاملة بأن الدين إذا بقى بالجامع لمدة 10 سنوات ما يبقى جامع. هم بحثهم يهزمون، لأن ما صار لهم مصلحة. المجتمع بس الدين ينفرز عن الحكومة، ما يصير لك المصلحة. الدين عايش بين الحكومة وينشر فكرة، وجاي ينتشر بطريقة يعني مفاجئة من داعش، يعني مو مفاجئة من غير أديان مسالمة. يعني فرضا اكو بالإسلام ناس تقول لك احنا ما يمثلنا داعش، اعرف انت ما يمثل داعش، بس داعش جاي يأثر، وهو باسم الإسلام ما رافع غير الآية. الدليل ماله هو العلم ماله، وما ينكر العلم ماله ايش مكتوب عليه. واذا واحد رفع العلم وباسمي يمكن انا قاتله، والرب ما يقدر يقاتله. ما جاي يسمع. عندي اتصال من الأخ جون الفلسطيني. أخي جون، عم تسمعني؟ أخي جون، أظن جون ما عم بسمعنا. بس أكتب له تسمعني. سامعني؟ سامعك، تفضل تفضل جون. أنا في تحية لك يا أخ جان وللأخ أحمد سندباد. أهلا وسهلا أخي جون، أهلا وسهلا. أوكي، أنا زي ما بتعرف بحب أكتب مواضيعي، فكتبت لك موضوع اسمه ثقب في القلب. تفضل. أوكي، إذا نظرنا إلى الدين الإسلامي فسوف نجد أنه عبارة عن مرض قاتل أو ثقب في القلب لا علاج له أبداً. فلنبسط الأمور ولنضرب أمثلة بسيطة كيف يعالج ويعاقب الإسلام مخالفيه ومنتقديه. ما هي عقوبة تارك الإسلام؟ ما هي عقوبة تارك الصلاة؟ القتل. ما هي عقوبة المفطر في نهار رمضان؟ الحبس. عقوبة تارك الزكاة؟ القتل، مثل حروب الردة لأبي بكر. ما هي عقوبة ممارس الجنس بدون زواج لغير المتزوج؟ الجلد، ما الجلدة. ما هي عقوبة ممارس الجنس بدون زواج للمتزوج؟ الرجم حتى الموت. ما هي عقوبة شارب الخمر؟ الجلد، 80 جلدة. ما هي عقوبة منتقدي الإسلام حتى لو بقوا على الإسلام، مثل الإسلام بحيري، رايف بدوي والكثير من الأمثلة؟ الحبس لسنوات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 10 سنوات، والجلد 2000 جلدة مثل رايف بدوي. وهناك آلاف في الأمثلة التي ترينا كيف يعالج الإسلام منتقديه ومخالفيه. وفي النهاية سؤال جريء لكل المسلمين الذين يحاولون دائما إصلاح وتحسين صورة الإسلام، هل يمكن علاج ثقب في القلب؟ وشكرا لكم. جون، قبل ما تروح بس هيك في عندي سؤال. شو رأيك بشاتم النبي وشاتم الله؟ يعني شاتم الله يستتاب، لكن شاتم النبي لا يستتاب. يعني أعطيني رأيك بالموضوع هذا، تفضل. أنا أعتقد إنه المسلمين يعلقوا النبي، يعني هو النبي تبعهم عبادة، فشتيمة النبي تعد جريمة كبرى عند المسلمين وعقوبتها الموت. وأنا لا أعتقد إنه شتيمة الله وشتيمة النبي فيها فرق، يعني عقوبة الإسلام هي الموت في كل الأحوال. في فرق بالمرة، أي واحد يشتم الله ولا يشتم. أنا امبارح لما شتمت الله وقلت عنه ديكتاتور وإرهابي، وطلع واحد علينا في دقيقة قال هذا في أنتوا انتقدتوا الله، فانتظروا منا ما يغيظكم. فأنا أعتبر أن كل واحد في حسب رأي المسلمين، إذا انتقد الله ولا انتقد محمد عقوبته الموت في نفس الشيء. لا، بس روح على الإسلام، هاي الشيوخ الحويني والحيواني والقيواني وكل الشل العصابة، هاي المجرمين البهاليل، يقول لك عقوبة شاتم محمد يقتل مباشر بدون أي سؤال، لا يستتاب. لكن عقوبة شاتم الله ممكن يستتاب، إذا يعني 3 أيام، إذا استتاب بعد 3 أيام قال لهم أوكي أنا بتراجع عن الشتيمة فبخلوا سبيله، إلا محمد. يعني
يعني صار مكان الله، أخذ مكان الله، يعني هو أقدس من الله. أنا أقول لك بشكل ساخر، بشكل ساخر. ما هو أنت بتعرف في عنا آلاف الآلهة، يعني في عنا إله للمسيح، وفي عنا إله لليهود، وفي عنا إله لبوذا، وفي عنا إله للهندوس، وفي عنا إله لليابانيين، وفي عنا إله لكل دولة إلها إله. أما محمد موجود بس للمسلمين، فممكن محمد هو إله أكثر من الله نفسه، فعشان هيك سبه تعتبر يمكن جريمة أكبر من جريمة سب الله، يمكن بشكل ساخر بقول لك إياه. لا لا، هذه الحقيقة، يعني للأسف المسلمين يعبدون محمد من حيث لا يشعرون يعني. صحيح صحيح. طيب شكرا صحيح. لك، شكرا لك أخي جون، وكثير متشكرين على اتصالك، ومستنينك بحلقات ثانية تتصل فينا كمان. أكيد شكرا أكيد. أنا احترامي لك لبرنامجك الرائع، وشكرا جزيلا لك. شكرا لك أخي جون، شكرا لك. طيب أخي أحمد، أوكي، بس خليني أرجع الشاشة أشوف الشاشة وين صارت. أيوة، خلينا نرجع للسبب الثاني اللي سأله الأخ جون. جون الثاني، جون الأول، هذا جون الثاني. ما السبب، شو سبب إنه نعبد الله، أو من هو الله؟ يعني كان عم بسأل إنه مين هو الله، حتى نعبده، وشو هو الله. أنا لا تسألني هذا السؤال، أنا ما أعرفه، بس أقول شيء واحد، أقول هو البشر يدافع عن الله، لو الله يدافع عن البشر، شو أنا من حكيت على الله، البشر حكى ما حكى الله، يعني الله ما سوى لي شيء، أنا نايم ولا دنالي ولا حاجاني، من قد ما مهاجمة البشر عليه. يعني أنا أريد أعرف شيء واحد، بأن هو البشر يدافع عن الله، لو الله يدافع عن البشر، الدليل بأن البشر يدافع عن الله، يعني الله ما موجود، أكو فكر يعني قديم هو اسمه الله، والبشر جاي يدافع عليه وجاي ينقتل ويموت بسبب هذا الفكر. أنا ما شفت لحد الآن ملحد رد علي الله، ولا راح يرد علي، ولا راح قد ما يرد علي البشر ويهاجمه. إحنا نتج ديان، إحنا نتجنا الأديان، وإحنا اللي نخفيها، وإذا أنا بفكري لازم يطلع، لازم تطلع شباب مبادرة بهذه الشغلة، وأرجو من الملحدين اللي يعني بكثرة، كلش بكثرة أشوفهم على التواصل الاجتماعي وما أشوفهم يقدمون يعني برنامجك أو برامج الباقية، أرجو منهم يبادرون، لأن أنا أعرف هواي ملحدين أكثر من عندهم معلومات، وأكثر من عندي فهما بالأديان يعني وتفاصيلها والتناقضات اللي بيها. هذه يعني مبادرتهم ممكن تفتح لنا طريق اكثر لوعي المجتمع والانقاذ من هذه الشغله اللي يعني احس بها وصلت المجتمع التخلف، يعني ما راح تقدم المجتمع نهائيا. طيب معنا اتصال من الاخ سامي التونسي، تفضل اخ سامي. مرحبا بكم صديقي جون، ومرحبا وأشكركم على البرنامج الرائع لك ولملهم والضيف كذلك. أنا حبيت ندخل، خاصة غضتني كثيرا تفجيرات باريس، بريكسل، يعني مرضتني، فحبيت نقول للمسلمين، يقولوا أصحابي يقولوا لي يعني ما دخل الإسلام، فالإسلام تفجير وتكبير، وهنا والآية وترهب عدو الله وعدوكم، معروفة يعني إرهاب الإسلام. فلهذا يعني ما يبرروا بأن الإسلام، هذوك المسلمين الحقيقيين يعني الآخرين أخذوا 1% من الإسلام، وبعدين الآيات نعملوا فيها ذلك، قطع الرقاب وضرب فوق الأعناق، يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، جلد رجم دم، يعني دين دم سمحني. واللي يقرأ السيرة النبوية لابن هشام المنقولة على ابن إسحاق يفهم بأن الإسلام دين دم. هذا باش نعلق جست على الله، وخلاص شفت رأيت الله رسول محمد، يعني حبيت نعلق على النقطة هذه. يعني أولا تشتم محمد تقتل، الله تشتم إذا كان استغفرت ما تقتل. أنا صغير ونربربوا كما الراب، كأغنية متاع الراب، يعني فهمت، ما يعملنا واحد حاجة في صغير، وعندما لو سب الرسول يقتلونا يعني. وحاجة أخرى يعني قاتل الذين لا يؤمن بالله ورسوله ولا يحرم الله ورسوله، يعني الرسول هو بسطاجي، يعني مبلغ أو مشرع، يعني
كأنه مشرع، ولا الله ديما محمد لاصق في الله، يعني محمد ولا الله والله ولا محمد، يعني في البوان هذه فهمت. وأنا أقول دائما الإسلام جاء بالسيف وسيزول بالفيس، لولا الجهل وحق الردة لزال الإسلام وسيزول وسيموت مثل مات محمد بسم اليهودية. وشكرا. شكرا لك أخي سامي، شكرا لك، ومنتظرين منتظرين مشاركات تانية يعني لبرنامجنا. طيب أخي أحمد، في نقطة طرحها بصراحة، مسألة التفجيرات اللي صارت هاي، شو رأيك بهالتفجيرات؟ يعني هل في كتير هلا بيطلعوا لك المسلمين الكيوت يعني دين التسامح ودين البطيخ المبسمر هذا، بيقول لك الإسلام ما له علاقة، وبيطالع لك الإسلام ضحية يعني. فشو تعليقك؟ تفضل. هذا التفجير هذا بالدولة الإسلامية علنت بأن هو فجره، أعتقد يمني الشخص اللي فجر نفسه، وهذا ردا على ضرب التحالف الولايات المتحدة على الموصل. الضربة الأخيرة انضربت على الموصل، من ضربة الموصل التحالف هم ردوا عليها وعلنوها. يعني أنا جاي أمثل لك بأن هم اللي يقدرون يشترون هواي شباب بفكر الدين، يعني عدوا لهم ما استطعتم من ركوب الخيل، يعني كش يسوي. هو انا سمعت بيرامي قبل لا يفجر نفسه، ما اعرف يعني كش يسوي، بس كون تقتل عدو الله. منو عدو الله؟ الكافر. منو الكافر؟ الذي ما يؤمن بالله ورسوله. احنا ليش ما نميز هاي الفكره ونقول دول اللي ما يؤمن بالله ورسوله احنا ديننا رافضه؟ ممكن انا ممكن هواي ناقشتهم، شي قال لي اسمعني فشغله مهمه، تقول له ربك الله قايل لك انت، مو قايل لي، يقول قاتل الذين، يقول لك فات عليها الزمان. زين، فات عليها الزمان، لحم الخنزير ما فات عليها الزمان، شرب الخمر ما فات عليها الزمان، بس قاتلوا جت بوقتها، واكل لحم الخنزير ما فات عليها زمان، او الشرب ما فات عليها شرب. الايات اللي تطبقها عليها احنا شلون؟ قلت لك احنا مثل المعسكر، يعني يطبق شيء عليك وشيء يطبق، اذا ضب عليك الدين ينهزم من الدين، هواي انهزمه، هواي انهزمت العالم. انا عندي شباب سوريين كانوا بجبهه النصره، هنا موجودين بالكم جبهه النصره بكل مكان، عرفوا بان الدين. قال واحد، قال لي احمد تكون على ثقه، داعش مثلت الدين بحذافيره، يعني قال ما يشيلون نص غير القران. قلت له اني اعرف هذا الموضوع، المهم طرحه. قال هاي الناس اللي ما تريد تسمع هذا الشيء، تريد تقدم لك حلاوه، يعني تريد اكو انسان طيب. انا اعرف انت، انا وانت جون نعرف اكو ناس بالاسلام طيبين ويريد يقدمون صوره حلوه، بس هي المشكله هو التراث مالنا خربان. يعني شو تريد صح من عنده؟ شو تريد صح اذا اجى ابنه قرا التراث مالنا؟ اذا اجى ابنك جون او بنتك او بنتي وقرات التراث مالنا وطبقته، راح نعيد الكره من جديد. احنا صار لنا الاف السنين، يوم تنظيم قاعده، يوم داعش، يوم كل الافكار تطلع عنه، يوم اسامه بن لادن، يوم ابو عمر بغدادي، يوم ابو بكر بغدادي، وراح يطلع وراهم اذا ما ننفي وجود الدين. الدين نص القران هذا نحطه على جهه، او نصح او نصحح نصوصه، بس هو اشتري صح. انا اعتقد اذا صح نصوصه يلغي من الوجود، لان انا اقرا بيه اقول هذا اكو مسلم يصدق بان هذا كتاب جاي من الله؟ وحتى الاديان، حتى الاديان المسيح واليهود كلهم اديان قصص. انا من تسمع قصه نبي لوط تقول هذا شلون تحسبونه علي نبي؟ انا من اسمع قصه نبي لوط شلون تحسبه علي نبي؟ وليش فرض وليش تعده بال 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 بارقام الانبياء؟ زين، انت تقول لي انت اول ما اقول لك انا ملحد تقول لي انت تمارس الجنس ويا واحد؟ ما انت اصلا من اصلك انت من اصل الانبياء هم يمارسوا الجنس ويا اي واحد. انا عندي عقل واعرف احسب بيه وافكر بيه، وهذا الشخص محترم، وهذا الشخص ما اعتدى علي، ما اعتدى علي. عندنا عقل، يعني ما نقدر نستخدم العقل لو نصير يعني شاذين، لو نصير وحوش، يعني لو نصير داعش، لو نصير شاذين عن المجتمع. انا بالنسبه لي شخصيا ما لي شغل بالجميع، ما لي شغل باهلي، ما لي شغل بعائلتي، احترام لهم وتقدير لهم وتقدير دينهم. انا بالنسبه لي ما يشرفني الدين نهائيا،
بدون لا اقتل ولا اسلب ولا كل شيء اسوي. انا اريد اعيش عيشه كريمه محترم، انسان محترم، احب الحب، احب الحياه، احب الصدق، خلاص هذا اللي اريده. لا اريد اقتل، لا اريد دين، لا تنصحنا على دين، لا اريد تنصحنا على رب. الرب مالك صار لي الاف، يعني الاف السنين صار لهم ناس تموت باسمه. انت مو تجيب لي قصص وخرافات وشي وتتمشي عليها، من مستحيل تمشي عليها. يعني من واحد يقراها، كون على ثقه عند ولا صديق بالعراق، قلت له اقرا هذه القصص، يعني هواي دزول لي، قلت له اقرا القصص صحيحيه. ورا يوم قال لي احمد انا تدري هذه مال بني قريظه ما سامع عنها؟ قلت له اسمع عنها. انا اعتذر لان ما اقدر، يعني اللفظ مالي ما يجي، ما اقدر اعبر كل شيء داخلي. قال لي بني قريظه هاي القصه حقيقيه؟ قلت له اقراها من ثلاثه، اقراها من سني ومن شيعي ومن معتدل. يقول قراتها من ثلاثه، من الثلاثه هاي القصه ما تصلح على شخص طبقها، مو نبي انه امثل انا ومثل المجتمع. قلت له خلاص انا ما اقول لك، انا اناقشك ونتعب انا وياك، وتعال انت ليش هتشي والرب هتشي والرب خلقك ورب رب سواك هتشي ورب ما يمرضك وتمرض تدعي ربك. هذه الاشياء كلها العلم وصل لها، وصل لها العلم واتفقوا عليها، يعني العلماء بال 85% اتفقوا عليها العلماء بان هذا الشيء ثابت، وال 15 اللي باقين اتفقوا بان بغير، يعني مو باسم الدين، بغير فكره بالتطور. احنا لو نريد نطور مجتمعنا العراق، خاصه مجتمع العراق، مجتمع عراق واسع، يعني الشباب مالته واعين، والاف الشباب اعرفهم ملحدين ما يقدر يحكي، المجتمع مسيطر عليه. شلون انا وياك فرضا ملحدين، واحد قاعد يم الثاني ما يقدر. قلت لك هذا يعني صديق عندي ملحد، ما قال لي الا اعرف من منشوراته وهذه، قال انت ملحد يعني خوفا من على حياته. الملحد هو ما عنده غير الحياه، المسلم يجرك بالبدايه يقول لك اكو جنه ونار، ممكن انت تروح للنار وممكن انا اروح الجنه، اذا ما لقينا جنه ونار احنا رايحين سوا. مو هذا المعنى، المعنى انت من اقول لك انا مسلم خلاص صرت مسلم، راح تقول لي صلي خلاص صليت، تقول لي صوم خلاص صمت، زكي خلاص زكي، جاهد خلاص جاهدت، قوم الحد. هذه الاشياء انت تريد، مو هو شيء جر شيء. انا مسلم بعملي، مو مسلم بديني، مو مسلم برب متخيله بدماغي باكر دخلني الجنه، تعال انا رحت الجنه. الجنه انا كتصوري كشاب، يعني كشاب عارف الحياه، الجنه يتصور لي شلون بيت الدعاره، لان ال 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 72 حوريه اتونس وياهن، والشرب والخمر هذا حتى بيت الدعاره اللي تروح لما تلقى بيه 72 هم تلقى بيه 2 3، مو هذا العدد. يعني هذه انت تغري الشباب وتغري المجتمع وتغري المتدينين والمثقفين بفكر 72 حوريه تجي انت من الدين، والدين عمرك كله هذا صاغ الفكره، اباء جايبينها ويجوز غلط ويجوز صح، ويجوز هذا من داخل الوقت لحد الان يشخبطون بيها وكتبوا بيها نصوص تختلف. انا من يجبرنا على هالمر هذا؟ اللي يجبرنا على المر بان انا عندي عقل وافكر به ومستعد على عقلي امشي صح، ما اذي شخص ولا اريد الاذيه الشخص، واحترام لكل الاديان. الاديان اللي انا ما لي شغل بهم، انا اعرف الاديان هذه راح تتفلش وراح تتهدم وراح ينشق منعه الشباب، لان قلت لك بس تنعزل عن الدوله، لان كل الاديان مرتبطه بالدوله والدوله تدعمهم، وهاي مشكله بسببها الدوله، يعني سببها الشباب الواعيه وسببها من الشباب اللي يعرفون هذه الشغله وما يجاهدون على موتها. شكرا لك اخي احمد. انا بشجع اصدقائنا يتصلوا فينا كمان ويشاركونا بتعليقاتهم وبارائهم وباسئلتهم. في السؤال اللي ما جاوبت عليه انت يا احمد، هو ما السبب ان نعبد الله؟ الاخ جون لاف جون، كان الجون الاول خلينا نسميه، ما السبب نعبد الله؟ من هو الله؟ انا اسف ولا يهمك، انا راح اجاوب على السؤال طبعا على حسب فهمي انا. يعني الدين والله يعني هو نتيجه حتميه، يعني بلا ادنى شك لتطور الدماغ البشري. يعني لما وعينا بهالدماغ هذا وصلنا من 200 ألف سنة بهالشكل الإنساني، هذا تطور الإنسان وبالطبيعي يفكر بالأسئلة الأزلية، مين نحن، منين جينا، شو الحياة، شو هالكوكب، شو، فبدأت الأسئلة تجي على الإنسان.
فالإنسان ما كان عنده الوسائل الإجابة على هالسؤال هذا، الوسائل العلمية للإجابة على هالسؤال هذا، فبشكل طبيعي يضطر إنه يوجد إله، يوجد شيء غيبي يفسر له الأشياء الغامضة عليه على تفكيره. مثلا أول شيء عبد الرعد والمطر، وعبد كل الأشياء اللي كان يخاف منها، من كسوف الشمس، خسوف الشمس مثل ما بيقولوا، كسوف القمر، فكتير أشياء عبدها وكتير أشياء. ليش؟ لأنه ما كان عنده وسائل الإجابة، بس حاليا صار عنده وسائل الإجابة. فلذلك شايف الناس بدأت تنفر من مسألة الغيبيات كلها يعني. وعلى مسألة أحمد، مسألة الأنبياء، مسألة الأنبياء يعني أنت فسر لي، أنا بدي أوجه لك السؤال هذا. يعني مثلا يسوع الدلوع أجا بدون أب، ماشي؟ يعني مريم اللي بسموها عذراء، أنا متأكد يعني بما أني مقتنع تماما إنه ما في إنسان يولد بدون ممارسة جنسية، أكيد يعني مريم حضرتها راحت مارست، ولما كبر بطنها قالت ابن الله يعني. فالعاهرات هم من أولدوا الأنبياء. محمد بقي بطن أمه 4 سنين، فيعني وإذا بدك أنا ما قريت القصص الباقية عند الأنبياء الآخرين يعني، أكيد موجودة ومليانة من هالقصص هاي، بس عندي يسوع الدلوع ومحمد، اثنيناتهم ولاد زنا يعني. أنت شو رأيك بهالموضوع هذا؟ في اضيف لك فتشي يعني عن نبي لوط. يعني يقولون على من جو ملاكه اثنين المنزل ماله، وقال لهم خذ بنات تونسوا وياهن ورجعوهن. فيعني هذه القصه ما تدخل بالدماغ بان هذا نبي مرسل ونبي. اذا انت جايك ملائكه اثنين، ما تقدر تقول للملائكه خلصوني خلصوا بناتي؟ يعني انت جاي تمتلك الصلاحيه الكامله بان انت دول الملائكه يمك، ما تقدر تقول لهم بان اني وبناتي خلصوني من هذه المشكله، تقدم للمجتمع مالك بناتك يمارسون الجنس وياهن وترجعهن ومن تنهزم. يعني من هزموا نبي لوط وعائلته، انا من قريت فكره بان نبي لوط وبناته من شربنا الخمر ومارسن الجنس معه، ونشأ يعني نشأ 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 يعني نشأ من وراهم جيل كامل. يعني فرضا شو نسميه، سلالة صارت من بعد من بنات النبي والنبي أبوهم. يعني شلون يصير؟ يعني هاي السلالة أنا أعتقد هاي السلالة تكونت معتها الأديان. يعني أنت يعني شلون الأب يمارس الجنس ويا بنته، حتى لو يعني كان وقت داخل ما يحرم البنت، الاب والبنت، بس من المستحيل اكو نبي يسوي يعني يصير بي هاي الفكره. يعني انت نبي مقدس من رب العالمين، يعني يصعب رب العالمين ينجي من بناته يشرب لنا الخمر ويمارس الجنس وياهن؟ هذه الاشياء ما تدخل الدماغ جون، كون على ثقه المجتمع العربي والمجتمع المجتمعات الباقيه تعرف هذه القصه بس لانجاح المشاريع مالتهم المادية، هم يستخدمون هاي الشغلة. والدليل اسمعني، والدليل خليني اقول لك شيء. قبل فترة طلع معمم عراقي، تدري شو يقول العراق ما يحل لو يجي نبي، لان يدري النبي ما يحل رجل دجاجة. يعني الخيط مثل عراقي طلع بالتلفزيون معمم يقول هسه العراق لو يجي نبي ما يحل. اقول له يا شيخنا انا اعرف من زمان، اذا انت يوم تعرف النبي لو يجي العراق ما يحله، لان النبي اول لو يجي العراق اول شيء يقول نشوف النبي يصير سني او شيعي، اذا صار سني راح الشيعه يعترضون عليه يقولون انت مو نبي الله، واذا صار شيعي راح السنه يقول له مو انت مو نبي الله. وهذه المشكله احنا نعرف بان وفد معلومه انت قلت على وجود الاله ولا هاي الاديان، ترى خاف عبال الاسلام اكو الاديان تعترف به، اليهود ما يعترفون بالمسيح والاسلام، والمسيح ما يعترفون بالاسلام، والاسلام اللي يعترف ذن الاديان ما يعترفن به. يعني ما يقولون احنا ربنا مو رب الاسلام. خلينا نوصل الفكره،
رب المسيح، يقولون احنا مو ربنا الاسلام، ولا اكو نبي اسمه محمد من بعد نبينا. اللي الاسلام فاكرين بان اهل الكتاب، اهل الكتاب ما يعترفون بيكم. انا قعدت في كنيسه وقلت لهم شنو الاسلام، قالوا الاسلام دين نتج بالارض. قلت له ممكن دينك هم نتج بالارض؟ قال لا، دين يختلف دين الاسلام. قلت له ما هي كلها انت تقول دين الاسلام قصه، تقول دين الاسلام قصه ومكتوبه، يمكن دينك قصه. قال لا انا اعطيك ادله. من قعدت وياه قلت لك، قال لي انت لا 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 تجي بعد الكنيسه، اشكر حضورك. قلت له خلاص. طيب، معنا اتصال من سالم هاتن، تفضل اخي سالم. مرحبا سيد جون. اهلا وسهلا فيك اخي. مرحبا يا صديقي العزيز احمد سنباد. شكرا لك اخي ابن بلدي، تحيه لك. اخي العزيز حبيبي، راح تكون فخر للعراق والشرق الاوسط، و بس حبيت اعتذر عليك في نقطه. تفضل. بلداننا بحاجه الى نبي، لكن نبي يختلف على الانبياء اللي تعرفنا عليهم في الماضي. اكيد نبي مثل نبينا سامي الدين. اكزاكتلي رايت، يعني هذا اللي كان، او النبي جان. تحيه سامي الدين. لا لا، النبي سامي الديب هو اللي أخذ النبوة، خلاص هو خاتمه، كمان خاتم الأنبياء بصراحة يعني. والله أنا أبايع النبي سامي الديب، وعندي كاسة عرق مرتبة، وأنا أبايعه. وإحنا محتاجين يشرع لنا القوانين، القوانين والحوارات والدستور. عمل مبدع أحمد، شكرا لك حبيبي. شكرا سالم، تحية لك ولعائلتك، وأشكرك على حضورك بالبرنامج قبلي. أنت كنت مبدع، وأنت طبعا أستاذي، احترامي لك وتقديري لعائلتك. شكرا لك أخي. شكرا، احنا نحتاج بعض، ولازم نكون جنب بعض، ونكون جنب إخواننا اللي في الداخل، وكلنا نكون إيد واحدة، لأنه الاحتلال الإسلامي صعب جدا، وإيده جبارة على هذا الشعوب البائسة. فجين تحية لكم، وصراحة وقفتك هذه أشرف من وقفة الأنبياء المعروفين، الأنبياء الإبراهيميين وغيرهم. شكرا لك أنت، أنا طبعا خليت معدك اللي والنبي سام الديب. تحياتي لكم، وممكن نرجع نتصل مرة أخرى مع تطور الموضوع. أكيد 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 أخي سال، شكرا لاتصالك، ويعني ممنون كثير لاتصالك. شكرا لك جون، أنا ممنون. سلامات. شكرا. سلامات حبيبي. أخي جون، أنا جون أشجع سال على كلمته، قال كل شخص يشعل شمعة بالمكان اللي موجود به هو راح ينير الطريق، وهذا طبعا أنا اللي شجعني، واللي شجع الشباب اللي بعدي راح يطلعون بالبرنامج. هو هذا اللي نريده احنا، كل واحد يشعل شمعه السلام، شمعه الحب، شمعه الاخلاص، شمعه ابتعاد عن الاديان، ابتعاد عن العبوديه، هو هذا الصح. شكرا لك. بالضبط بالضبط اخي، انا بدي اسالك سؤال عن الموضوع هذا احمد. يعني نحن على طول بنشجع شبابنا انه اجهروا يا شباب، اجهروا، يعني ما يعني ممكن جدا اخوك يكون ملحد، ولا هو له خبر، هو خايف منك وانت خايف منه. يعني الاخ احمد حكى لي تجربه صغيره قبل ما نطلع على الهواء، انه صديقه بغرفه جنبه ملحد وما كانوا يعرفوا، بعدين عرف انه ملحد. يا ريت تحكي لنا على التجربه هي يا احمد، تفضل. صديق، يعني صديق وياي، حكيت كلمه، اني قاعدين احنا نحكي من الصبح، يعني من الصبح لليل نحكي على السياسه، على السياسه العربيه. فقلت له احنا العرب ننتخب دوله اسلاميه ونروح نعيش بالدول الغربيه. قال ليش؟ قلت له لان الدوله الاسلاميه ننتخبها راح تحاربنا احنا اول شيء. فقلت لك جاني وقال لي، قال لي انت ملحد؟ قلت له اي انا ملحد. قال لي انا ملحد. قلت له زين ليش ما تقول انت ملحد؟ قال انا مو مثلك، يعني انت تقدر تحكي، تقدر تقول انا ملحد، انا خوفا خاف تهاجمني العالم يعني. قلت له مو، قلت له انت اذا ملحد وتقول انا ما اقدر اقدم للمجتمع، فلا يعني ممكن تعبد اي شيء، لان انت خلاص انت ما تقدر تقدم شيء للمجتمع. شنو الملحد؟ الملحد من داخلك، هذا ما ينفعنا، يعني ما يقدم للمجتمع.
أنا شفت هواي ملحدين من مدينتي اتصلوا بي على الفيسبوك، قالوا احنا ملحدين وشرفتنا انت تمثلنا، بس احنا عندنا معلومات اكثر من عندك. قلت لهم انا اللي بادرت بيه، اللي اقدر عليه سويته، انتم الباقي عليكم شباب من خيرة شباب مدينتي. تحية لهم واحترامي لهم وتواصلهم وياي على الفيسبوك ودعمهم الي، وقالوا احنا لازم نطلع ونقول احنا اللي نلزم الامور، نلغي بهذه الاشياء، نلغي العبوديه، نلغي العادات والتقاليد اللي حارمه المراه، نلغي الاديان اللي مهيمنه على الوضع، ما تقدر تتحرك من الصبح لليل اذا مو باسم الاديان، ما تقدر تشرب المي اذا مو بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاشياء لازم الشباب الواعيه تنتبه لها وتنقذنا من عندها. اذا احنا انا كنت متوقع بان اكو شخص غيري راح يبادر المبادره هاي، يعني هو اشخاص غير، لان انا مو كامل، يعني مو ديش المعلومات عندي بالاديان كلها قاريها، بس الظاهر يعني اكو غيري ما يقدر يحكي هذا الاشي. بس اني مستعد اضحي بحياتي لاجل حريتي ولاجل حريه الاخرين، مو لاجل ديني، وانا اتشرف وارفع راسي، اذا اكو نار ادخل لها. أخي أحمد، بصراحة يعني كلياتنا ما قرينا بكل الأديان، يعني ما شرط نروح نقرأ بالأديان حتى نعرف إنه خرافة، يعني مزابل. هل من المعقول أنا بدي أروح أنكش بكل المزابل مشان أعرف إنه وسخ؟ هو أصلاً يعني مبين من ريحته، من عطائه، يعني من الشجرة من ثمارها تعرفون. على فكرة في عندي كلمة هون، الشجرة من ثمارها تعرفون، في بيطلع لك جماعة يسوع الدلوع بيقول وهي السيد المسيح قال الحكي هذا. يعني هالكلمة هي، هالعبارة هي، الشجرة تعرفونها من ثمارها، طفل، أي طفل ممكن بيعرف هالمسألة هي، يعني ما بدها سحر ويجي واحد يساوي حاله نبي، هو ابن زنا يجي والله يلي قولة يسوع الدلوع هو اللي قايل انه الشجره تعرفونها من ثمارها، يعني ما كان قبل يسوع الدلوع يقولوا الحكي هذا. للاسف الشديد يعني انا عندي في عم بقول ارجوك اخ جان ان تطرح سؤالي، هل يمكن معالجه ثقب في القلب او هل يمكن اصلاح الدين الاسلامي المليء بالكراهيه وبقتل المخالفين؟ هذا الاخ جون الفلسطيني عم بيقول هل يمكن إصلاح الدين الإسلامي؟ تفضل أخي أحمد. إصلاح الدين الإسلامي، إصلاح الدين الإسلامي أول شيء أنا أقول له، إذا هو عراقي فمثل الحكومة العراقية فما راح يصير إصلاح به. وإذا الدين الإسلامي، اسمعني، الدين الإسلامي من المستحيل تلغي به آية، لأن هو متفق عليه بالإسلام، هو كامل وخاتم الأنبياء اللي كاتبه. فمن تريد تشيل شيء أو تصحح شيء راح يسمونه محرف، راح يسوون كتاب محرف. فاذا محرف راح تطلع جهه ثانيه تاخذ الكتاب الصح القديم، الكتاب الصح. انا على السؤال صديق الاخ، الشيعه يعني شويه مسهلين من الامور، احنا كل احنا المجتمع الاسلامي يعرف شويه مسهل من الامور، بس مو معناها انت تسهل راح يكثر جذب الاشخاص لدينك. لا، الدين اللي يطلع من عند الشخص، انا شفت الدين هو سنة الرسول. سنة الرسول اذا تقراها هي خطرة المجتمع يعيشها. الدين الرسول يقول كتاب يهدي وسيف يقتل، او سيف يقتل كتاب يهدي. هذه الكلمة شلون تمسحها من الرسول قالها؟ يعني تريدني امسح من الرسول بان هذا ما قالها؟ تريدني امسح بتقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله؟ هذه الاشياء انت من تريد تمسحها؟ راح تمسح نص القران، راح تمسح كل الاحاديث الرسول، راح ما يمجد اسلام. انت ما تريد تصحح من عنده ما راح تلقاه. انت راح تصححها، انت اصلا تصير ملحد. اللي يريد يصحح الدين خليه يروح يدقق، راح يصبح ملحد. خليه يمسح ايات اللي بها قتل. هو كل سوره بالقران بها 4 مرات 5 مذكور القتل. انت ما راح تصححها، ما راح تلقى الكتاب كله فارغ، يعني شلون دفتر يتحول الى دفتر؟ هو للاسف الشديد يعني انا ما اظن يتصلح الاسلام، اصلاح الاسلام يعني انتهائه. معنا اتصال من الاخت نادين، تفضلي يا اختي نادين. مرحبا جان،
بحكي لك يا عزيزي. أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا. حييك على هذا البرنامج الشيق، ومرحبا أخي أحمد. شكرا جزيلا، مرحبا، أهلا أختي. أهلا عزيزي، طبعا أحييك على شجاعتك، وأحيي كل شخص ظهر وأعلن وجاهر بإلحاده، بغض النظر إذا كانوا يسمونه ملحدين، إذا كانت هذه التسمية صحيحة لو لا، بس كل من رفض القانون الديني اللي إحنا ما مقتنعين به، أحيي كل شخص، وعلى وجه التحديد النساء، بغض أمين آسفة ما أريد أتحيز للنساء، بس هذه شجاعة يعني مو بكل امرأة تكون موجودة، وخصوصا اللي ألحدوا هم بلادهم بلاد الظلم. بس عندي نقطة بصراحة يعني يعني دائما أفكر بيها وغير مقتنعة بصراحة، يعني الدين اللي يظلم ويقلل من شأن المرأة، أول شخص يدافع عنه يعني حسب مدى أشوف يعني ومدى ألمس والواضح يعني very obvious، النساء هم اللي يدافعون عنه، ما أعرف ليش يعني. مش تتصور كلامي صحيح لو لا أحمد، أنت عشت هناك وشفت النساء مو هم اللي يدافعون عن الدين، يعني أنا أشوف إنه هم يظلمون نفسهم بإيدهم بغض النظر عن الظروف اللي تحيطهم، بس المفروض يكون عندهم صوت. النساء العربيات يعني مظلومات من الرجال بصورة يعني غير طبيعية، ما تقدر تحكي البنت، ما تقدر تعطي رأيها، وصلت المجتمع انها تتزوج على ذوق ابوها، يعني مو ذوقها اصلا. هواي بنات المجتمع مالنا تزوجت على ذوق ابوها، وهي البنت لازم تبادر. احنا كشباب داعمين للبنت، داعمين للاخت، هي البنت هي الاخت، الام، الزوجة، الحبيبة، كل هذه هي البنت المفروض تبادر، لأن هو الدين أكثر شيء ظالم البنت. يعني هي عورة، هي المفروض ما يطلع منها شيء، هي المفروض تصير حشل البنات الأحرار، المفروض تصير البنت مثل الكيس الزبالة من تطلع بالشارع. هذا أكبر غلط، يعني المفروض هي تحرر نفسها من هذا الشيء، المفروض تطلع تقول هذا الظلم. أكو عراقيات، وأنا تحية للعراقيات اللي جاي يطلع عن مساحة التحرير، اللي جاي يدافع عن حرية المرأة وعن احترام المرأة، والنصف تاخذ نص حقها، مو ثلث، مو نص شهادة، تشهد بالمحكمة نصف رجل. هذا غير، والدليل خلنا قلش فشي، يعني هم يخافون يحشون ويا النساء الأوروبا اللي يعني واضحات فكرهم. الشيخ الأزهر من إجا ليش ما قدم مبادرة للألمانية وقالها أنت لن يفلح قوم ولي أمره مرأة؟ ما يقدر يقول هذا الشيء، لان هن متقدمات، وقدم للمجتمع الالمانيات، قدم وطلع المظاهرات ووصلنا الى وصلنا لهالمرحله. احنا لازم النساء تبادر هالمبادره، اذا هن ظلن بهالطريقه هاي ما راح يتحررن. انا ما اتوقع يعني ياخذ لهم وقت كلش طويل يلا يتحررن من هاي العبوديه للرجال. يعني متحررات فكريا، يعني نساء الغرب متحررات فكريا، لهذا السبب الشيخ ما قدر يتجرأ، يعني فكريا متحررة هذه المرأة. يعني أدعو بألم نسائنا أنه ينتبهون، يعني يا أختي قعدي ويا نفسك بدون صوت عالي، لا تخافيني من الغير، بس ويا نفسك وفكري شنو هذا الإله اللي أنا يعني 5 مرات لازم أصلي له، ولازم أغطي نفسي head to toe لأن أنا يعني عبارة عن عورة، وأخاف زوجي أقصر عنه بحقه، وإذا ما نمت وياه إذا رفضت لازم يضربني وينام وياي، واحتمال يروح يتزوج غيري. ويعني يا أخي فكروا. للأسف أختي نادين، يعني المشكلة إنه المرأة هي الحلقة الأضعف بمجتمعاتنا من الضغط الموجود عليها من الدين، يعني فهي ضحية بالنهاية. بس احنا اذا نبقى، يعني هي المرأة اذا تبقى تقول او انا ضحية ما اقدر، انا ضحية ما عندي فرصة، مستحيل راح تقدر تتحرر، لان لازم تكون خطوة تخطي خطوة واحدة وخلاص. بس انا اللي اشوفه يعني اذا مجرد ما يقعدون يفكرون ويا حالهم يشوفون هذا الصح، بس ما اعتقد حتى ينطون لنفسهم فرصة يفكرون، يعني ملتزمين بشكل يعني بجهل يعني بعمل أكيد. دون تفكير، أنا يعني بس أصغي
الأوامر زوجي وخلاص، بغض النظر إذا كان الزوج صح لو لا. بعدين الزوج إذا يروح للجنة راح يروح ياخذ 72 فيرجن، وبعدين كل وحدة تكون عندها أربع وصائف، يعني 72 بأربعة تقريبا 288. هي وصلت الملايين بصراحة أعدادا، يعني أعدادا حدثي ولا حرج. أختي نادين نحن بدنا توعدينا بحلقة يعني معك. تسلمي تسلم عيونك، هاي وعد أخذناه من الأخت نادين، راح تعمل معنا حلقة وتجهر بالحادة هي كمان. بالنهاية بصراحة يعني بالنهاية المرأة، أنا برأيي الشخصي طبعا المرأة ضحية مثل ما كلاتنا ضحية، وحتى المسلمين ذات نفسهم ضحية. يعني اليوم مثلا بالعراق، بمصر، بسوريا، بفلسطين، بلبنان، بليبيا، بكل هالبلدان هاي يعني ما كان في شيء اسمه عروبة وإسلام، اجوا بحد السيف. يعني المشكلة صار فينا مثل تجربة القرود الخمسة، يعني توارثنا الخوف، توارثنا الضغط، وداعش يعني ما ساوى ربع اللي ساووه المسلمين الأوائل، ومع ذلك بتلاقي رعب الناس ومخوف الناس. ونحن هون حتى نشجع الناس طز في الإسلام، وطز في داعش، وطز في دين الإسلام ورب الإسلام وكل هالناس هاي. بالضبط بالضبط. ونحن هون راح نشجع الناس تجهر بالحادة وتبعد عن هالدين هذا، لأنه هالدين هذا ما جاب لنا غير القاذورات لحياتنا والجهل والتخلف، وخلانا بزيل الأمم للأسف الشديد. يعني طهروا حالهم، استهروا حالهم، هذا كل اللي أطلبه منهم، أنه يفكرون بطريقة صح ويرتاحوا. يعني ظلم. بالضبط بالضبط بالضبط. شكرا لك اختي نادين، ونحن راح نستنى منك حلقة. انا راح يعني انا ما راح اسيبك قلت المصريين. تسلمي تسلمي تسلمي. شكرا عزيزي احمد، شكرا. شكرا شكرا اختي، شكرا، تحياتي لك. مع السلامة اختي نادين. مع السلامة. شو رأيك بكلام الأخت نادين؟ يعني إنه المرأة هي يعني مثل ما بقول عامل سبب زيادة عن الأسباب الموجودة لجهلها هي ذاتها. يعني طبعا أنا شيء يفرح، يعني شيء يفرح بأن بنت بهذه الشجاعة وتحكي بهالحريه احنا اتمنى يكون كل النساء يعني هكذا تعمل مثل الاخت. الدليل يعني انا شيء يعني اشتري تحكي على المراه اللي تقبل على زوجها ثلاث نساء، تقبل على نفسها ثلاثه نساء عليها. يعني هن المستحيل، يعني مستحيل مراه تقبل على زوجها يتزوج عليها، بس كقانون الدين اذا طبق تزوج عليها ثلاثه يعني فد مشكله. انت ليش ما تحررين نفسك وتصيرين مراه حره وتختارين بكيفك تختارين؟ انت مو تحررتي يعني صرت سلبيه. اكو بعض النساء تفكر بان هي متحرر من الفكر الاسلامي او الفكر المسيحي او الفكر اليهودي. اكو بالمسيح واليهود مطين حريه، يعني مطين مجال للحريه للبنت، بس الاسلام شويه يعني متشدد جدا عليها. المفروض هي تفكر من مو تطلع سلبية. خليك معنا أحمد، خليك معنا. ألو كيف الحال؟ خليك معنا أحمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل. ألو كيف الحال؟ تفضل تفضل أخي. مرحبا، أنا آسف بس إن النت ضعيف عندنا بالعراق مثل ما يعرف الأخ أحمد. ولا يهمك ولا يهمك، تفضل. بدي أحكي عن الموضوع تبع يعني الحاد في العراق هون. تفضل أخي تفضل. مشاكل بسبب المرجعية الدينية كلها، مشاريع كلها دينية. في موقع مثلاً علي السيستاني إذا يدخل لها أحد الأشخاص يشوف أنه مسوين مشروع لمنتجع كبير لطلاب الحوزة أو الشيوخ بمساحة يعني جداً كبيرة، تقريباً بقد تشغل مدينة كاملة كلها
مسابح وقصور لمجرد طلاب دين. يعني في العراق صار اللي ينتمي لأحزاب دينية أو ينتمي للدين صار مصدر ثروة. فعلا أكون مداخلة وشكرا لكم. شكرا لك أخي أحمد، شكرا لك أخي أحمد. شو رأيك أحمد؟ جون أنا أدري بالمجتمع مالنا اللي سرقوا أموال العراق كلها، لأن أكثر بلد من يعني من 2003 لحد الآن انسرقت من أدى أموال العراق، وإحنا أنا من مجتمع اللي ظلمه صدام، بس صدام ما سوى بينا مثل ما سووا بينا اللي إجوا باسم الدين. صدام كان يقول لك لا تتدخل بالسياسة، لا تتدخل بالحكم، عيش. لا هنا اجونا الجون الحكم حاليا يعني قلت لا تتدخل بالسياسه ولا تتدخل بالحياه ولا تتدخل بالدين ولا تتدخل بكل شيء. لا تتدخل اني محافظه حكومتها من عندنا وبينه، ومن الحكومه مالتنا كلها مسلمين، كل الاحزاب مالتها مسلمه، ما داعي اعدنهم لك. كل الاحزاب اللي يحكمون محافظتي هم مسلمين من مجتمعنا الشيعي. زين اسال سؤال لكل شخص، يعني من السرق محافظتنا غير هم دول الاشخاص؟ وراح تقول لي هم ما يمثلون الدين. راح اقول لك منو يمثل الدين؟ تقول لي فرضا تشوف الواحد طيب. هي مو هاي المشكله، المشكله بان هو باسم الدين خذ فلوسي وباق املاكي وباق ومعمر بلداني. انا اعرف احترام للشخص بان اكبر مكونات واكبر قصور هسه عند رجال الدين المعممين اللي يسكنوهن باسم الدين، والفقير ما حد يباوع له، ما حد ينتبه له. كل السرقات اللي بالعراق اجت باسم الدين، باسم الدين السني وباسم الدين الشيعي. الشيعه والسنه باقوا السنه، والدليل بان العراق اكثر ثروه بهذا الوقت هو من 2003 لحد الان هسه ميزانيه خاويه ولا فلس على سرقه باسم الدين. حتى المتظاهرين طلعوا حي المظاهرين باسم الدين باقونا الحراميه، احنا نعرف كل احنا هم باقونا المتدينين، ما باقنا واحد اجى من ملها ويشرب وباقنا، ما جانا واحد يهودي من اسرائيل وقعد بالعراق وباقي فلوسنا، لا احنا بقناهن واحنا نقول امريكان والامريكان طلعناهم وبعدنا نبوق. مشكلتنا برجال الدين، هو اكو مثل عراقي يقول لك رجال الدين متدينين بس الدين لا يمنع السرقه. مستعد انا البس عمامه واسرق جد ما اسرق، وباكر اصلي صلاتين يا ربي ارحمني واغفر لي ذنوبي واعفي عني الذنوب. خلاص هاي الفكره الدينيه، اسرق وبعدين ادعي رب العالمين اقول له يا رب العالمين نجيني من هاي السرقه. هذا رجال الدين العراقيين كلهم هم يعرفون بان دين كذوبه، خاصه رجال الدين العراقيين، لان اكثر ناس سرقوا هم وباسم الدين، ويدعون للناس باسم الدين والناس تمشي وراهم باسم الدين. يعني باسم هذا يطلع السني يسب الشيعة اجوا السنة انتموا له، يطلع الشيعي يسب السنة انتموا له السنة، وباسم الطائفية والدين مزقوا البلد، بلد السومريين البابليين الحضارات. بلدنا احنا اصلا انبنى علماني انبنى كلمة. خليني اقول لك بس شيء السلبيه، هاي الولد حكاها عن نجف قبل فتره، محافظ النجف. احنا عندنا انا اقول دواعش، ناس قذره، ناس خرجت عن الانسانيه بمعنى الكلمه. بالنجف طبقت داعش بمعنى يعني يختلف، بنوع يختلف. محافظ النجف قبل فتره قام على المضيفات اللي بالمطار كلهن لابسين حجاب، دبان سجن يومين. انا سمعت ولد من النجف خابرني مخابره وطلعت لقاء وياه، هو محافظ النجف، دباهم سجن يومين على مود نازعات حجاب، وحاسب الكادر كله وقال هذه محافظه مقدسه. اوكي يعني انت محافظ النجف من تروح انت وزوجتك المدينه مسيحيه ينزعونها حجابها؟ تقبل واحد ينزع حجابها؟ ما تقبل. انت ما تقبل بهذا الشيء، بس تفرض على غير الاديان تطبق دينك، تطبق دستور دينك بمحافظتك، بس من تروح المحافظه او مكان مسيحي لا، هذا حقي، وهذا هذا القانون يسمح للجميع بان حرياتها. ومن يجي النجف تقول لا لازم تلبس حجاب، تحترم المقدسات على عيني وعلى راس المقدسات. انا ما اعتقد الامام علي قال لك انت مثلني،
انا ما اعتقد رجل دين قال لك مثل انتو والحجاب ما ياثر اذا وحده بلدها تفتر نازع حجاب يعني يشكل عندك شيء جنسي يتحرك عندك يعني تريد تمارس الجنس وياها انت وحش لو بشر هم حيوانات للاسف الشديد اخي احمد ترم عقلك هم حيوانات على فكره يعني انا بتشكر الاخ احمد انه طرح مساله يعني الارتزاق من وراء الدين ومثل ما قلت انت يا اخي احمد انه عندك الرجال الشيعه ولا السنه كلهم يرتزقون من الدين هو يعني هم لهم في رسول الله قدوه حسنه يعني اذا نبي قال جعل رزقي تحت ظل رمحي يعني هالدين هذا اللي استعمله في الجهاد وفي النكاح وفي في كل شيء هو سبب رزقه يعني لا تستغرب بعدين حتى بآية قرآنية يعني كان ما بتذكر بالضبط كل الآية لأنه ما بحفظ الوساخات هي يعني بيقول لك لما تجوا تصدقوا بين يدي رسول الله لما تجوا لعند رسول الله لازم تصدقوا هي آية قرآنية يعني ما هي إنه شيء يعني الارتزاق من وراء الدين أساس الدين أصلا يعني رجال الدين شو شغلتهم أصلا شو بيشتغلوا شو مهنة عندهم مهنة لا ما عندهم مهنة بيجوا بتضحكوا على الناس المساكين بيكتبوا لهم حجابات هذول أبسط الشيوخ طبعا ولا الشيوخ مثل الحيواني ولا محمد حسان وال يعني كل هالأوبة هي هالبهاليل المجرمين المشعوذين يعني شوف قصورهم يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها انت جون هم يعني ما اخذ نظره على رجال الدين اسمعني خلينا اوضح لك رجال الدين شنو رجال الدين اذكى ناس يقدرون يستغلون الفقراء ويقدرون يستغلون الاغبياء بطريقه انت جون هسه من المستحيل بالحادك تنتج واحد يعطيك مال لان احنا ما ندور على المال احنا ندور على حياه هم اخذوا احسن الاموال احسن القصور باسم الدين هم دولة اذكياء لا تتوقع بان احنا نصورهم هم اغبياء دولة اذكى ناس طبعا اكثر اذكى ناس بالمجتمع العربي هم رجال الدين يقدرون ياخذون فلوس بغش ومن المغفلين ومن الاغبياء المجتمع ومن الاميين ومن اللي ما يعرف دينه نهائيا هذا يقول لك انا احكي لي كلمتين باسم دين احسن ما اكتب لي اينشتاين هو مو ما يملك بجد عالم هذا بجد يعني رجال دين بالعراق اينشتاين اللي لحد الان هم الاديان يدرسون علمه لان هذا الرجل قدم علم مو ديني قدم علم الرياضيات قدم المجتمع ماله النظريات احنا عندنا باسم الدين يقول لك انا هاي النظريه وهاي الشغله هاي كلها ما تنفع هاي ما تجيب الفلوس وما راح تنتج ثروه ينتج ثروه بان ناس مغفله تعطيني فلوس وانا اقرا لهم كلمتين وخلاص هاي هذا اللي صح هم ناس اذكياء وهم جاي يقول يدافعون وي ذول المغفلين وياهم بين الملحدين طبعا قناه الشرقيه حكت على الملحدين يمكن تدري بها او ما تدري قناة الشرقية هذه اسمعني قناة الشرقية هذه صار لها يمكن سنة من سمت داعش صار لها من سلطة الموصل يعني سوري قريبة عن الوقت من سمت داعش صار لهم من سلطة الموصل لحد الآن هم يسموهم تنظيم الدولة يدعموهم بفلوس وكانوا يطبون للمدن اللي بيها داعش ويدعمونها تحكي على الحاد اوكي انت البنت المقدمة اللي حكيت على الحاد انت مطبقه الدين انت لابسه لهنا ومطلعه شعرك هذا الدين رافض كله ومطلعه كل جسمك هذا الدين رافض انت لهالدرجه غبيه تحكين على الحاد وانت لابسه لبس حتى الحاد يجوز ملابسه يعني انت طبقه الدين على نفسك واحكي على الحاد على اقولها على مود اقدر اجاوب عليك اقول لك انت صايره انتوا اخر ناس قناه الشرقيه اخر ناس تحكي على الحاد اخر ناس الحاد يشرفهم الملحدين يشرفونهم ويشرفون قنواتهم اللي باقوا بها فلوس عراقيين وبحقوا على الناس الفقراء وباقوا فلوس طبعا هو هذا مدير القناه الشرقيه هو صديق عدي ابن صدام قبل وفاته كانت املاك عده يعني صار بها خلاف فانت اخر ناس تحكي على الدين وتحكي على الحاد بالضبط اخي احمد يعني بصراحه مو بس قناه الشرقيه يعني شفنا لما هاي المذيعة بنت محمود ياسين لما طردت صديقنا أحمد
أحمد حرقان من برنامجها يعني، يعني عم تقول ما مش ناقصين كفرة وملحدين يا بنت الإيش، أنت طالع على منظرك هذا منظر يشوفوك الدواعش ليعلقوك من ما بدنا نحكي طالع نازل. على كل حال معنا اتصال من الأخ سال كمان، تفضل أخي سال. مرحبا جان، مرحبا مرة ثانية أخواني. أهلا وسهلا فيك. أحيي الشخص اللي اتصل من أعتقد من داخل العراق. وأحب أن أذكر هنا لأخواننا، طبعا كلما ترفعون أصواتكم كلما يخاف عدوكم القبيح هذا. في فرق كبير لازم تفهموه، أنه الغزو الإسلامي هاي غزوات محمد وأتباعه ولحد الآن أنه استيطاني. الغزو الحقيقي أنه يغزو ويروح. الغزو الإسلامي يختلف، يغزو ويبقى ويخلي لكم واحد إذا مو قريشي لازم يكون واحد من أتباع قريش، إذا كان شيعي ولا سني ولا ولا ولا. المنتجع اللي ذكره الأخ، أنا قابلت أحد يعني قادة الحكيم، قابلته بعضهم في واشنطن، أوكي؟ فسألوهم أين منتجعاتكم؟ طبعاً يقتاتون على هاي الشعوب البائسة، منتجعات هون في بريطانيا وفي أمريكا. القرضاوي اللي يبعث الشهداء الانتحاريين، يسموهم شهداء الانتحاريين، أين أولاده؟ في أحسن وأفضل جامعات العالم، بريطانيا وأمريكا. إذا هم فعلا يؤمنوا بالحوريات والجنة، لماذا لم يذهبوا هم؟ القرضاوي عمره بالسبعين، أخذ آخر زوجة له كانت عمرها 21 أو 22، أصغر منه. جزائرية كانت أظن. I don't know صراحة، ما أعرف جنسيتها، بس القصد يا مسلمين افهموا، يا أخوان افهموا، لو هؤلاء فعلا شيوخكم يؤمنون بالجنة كان راحوا لها هم من زمان. القرضاوي يفضل جنة الأرض، يتزوج بنت أصغر منه ب 45 سنة. أحد أبناء الحكيم اللي يحكم العراق الآن، والله اللي أذكره عمار الحكيم وزبالته الأخرى، ها قصورهم هون في أمريكا. الحكومة العراقية الآن متسترة باسم الدين، قصورهم هون، بس يجيهم يوم الكل يضربوا بالشلود من هناك ومن هنا. فاللي شجعني شخص عراقي آخر تكلم، المزيد لازم يتكلموا حتى توصل الرسالة. مثل ما قلت في حلقتي كانت الأرقام تحكي يا جماعة، الأعداد صحيح. تتكلم، لازم الكل يحكي صحيح. تحية لكم مرة أخرى. تحية لك أخي سال، وأنا أشد على يعني أنا أؤيد كلامك مليون بالمية بالفعل، يعني الأرقام تتكلم ولازم نحكي، وأنا بشجع كل الشباب الملحدين خصوصا، يا شباب أحكوا أحكوا لا تخافوا. يعني هلا مثلا لما أحكي إنه الأرقام تحكي، يعني شوفوها بالانتخابات المسلمين يسموها غزوة صحيح. غزوة الصناديق حتى يسيطرون عليكم صحيح. This is عقليتهم، this is يعني عقيدتهم، إنه غزوة الصناديق بالضبط. يعني هم لا يخجلون يعني. يا عزيز اللاديني ملحد الربوبي اللا أدري الاجنوستيك، تكلموا، لأنه هؤلاء عندهم أجندة يستعبدوكم طول عمركم. وشفتوها من قبل السابع ولحد الآن يستعبد فيكم. الشجاعة مطلوبة والحذر مطلوب، بس ينوت يعني أنت تعيش وهي حياتك، احترامك لنفسك ولوجودك. أنا اتصال كثير مع نساء مسلمات وأشجع، معظمهم لا يؤمنون بهذه الأمور بس خايفين. فأنا أسألهم نفس السؤال، يعني أقول لهم تحبون تمشون هالخرافات لأطفالكم؟ الكل يرفض بس الكل خايف. صحيح للأسف الشديد. عن جد this is يعني أتمنى أجيك مرة ثانية جان بقصص أخرى. أكيد يعني أنا مستني منك كل حلقة مداخلة يعني. حبيبي أنا معاك على طول. ماشي حبيبي سال، شكرا كثير. شكرا، الشجاعة مطلوبة. شكرا لكم جميعا. أكيد أنا بس بدي أنبه يعني
يعني مثل ما الأخ أحمد ظل اتصل فينا ومن داخل العراق، يعني بكفي اتصلوا يا شباب، احكوا وخلونا نحكي، خلوه يسمعوا صوتنا. طبعا الأخ أحمد عنده تعليق هون، بس أرى التعليق، قال بالنسبة للقناة الشرقية يعني هم عافوا كل الأسباب، داعش ولا رجال الدين ولا أي سبب لمن يسأل الناس بسبب الإلحاد. يقول لك الفيسبوك وحتى الجرائد وبعض المجلدات تكتب جذب صريح في مجلة كاتبة عن زواج الملحدين ومصورته أنه امرأة وحواليها 10 رجال، يعني هذا الذي يحاول الإعلام بالضبط. يعني الأخ أحمد فكرته أنه عايفين داعش والموجود بالإسلام وكل هالبلاوي الزرقاء الموجودة عندهم، وريدين وراء أنه الملحدين في منهم مثليين، والملحدين في منهم يعني بيمارسوا جنس، يعني أعطوني عقلكم بس. يعني الملحد أخلاقي أكثر من نبيكم، يعني الملحد يتجوز وحدة بس، وما بتجوز لا بنت عمه ولا بنت خاله. يعني عندكم نبيكم ما عاف وحدة إلا ما نكحها، كان عنده 9 في 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 خصل واحد يفتل عليهم. يعني أين الأخلاق؟ تدعون الأخلاق ونبيكم هو بلا أخلاق أصلا. يعني فضل أخي أحمد، آسف أنا شوي انفعلت. يعني لا جون، ما انفعلت، أنت تحكي واقع ملموس بعدنا من المجتمعات مالتنا وهم يدرون بي. بس قلت لك هذه القناة هي آخر، شوف قلت لك هذه القناة آخر آخر قناة تحكي على الإلحاد، لأن هذه القناة يعني شلون فرضا لا، يعني كل شيء ما عاجبها، واثنين آخر شيء عرفت بين هم الدين يعجبهم. أتمنى يكون هم يطلعونا مفسر قرآن ويقعد يوميا بالقناة ماتهم ويفسر لنا القرآن بالطريقة اللي احنا ما فاهميها، جزء احنا ما فاهميها، يوضح لنا صورة القرآن. اتحداهم، لان هم اصلا عايشين على دماء الاخرين، على نشر الفكر. طلعنا واحد يفسر القرآن، راح اقول لك كيت 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 السالفة، يقول كون مفسر منصف، راح انتم شردون من عنده، راح يقول لك انت ما تقعدين قدامي، اللي انت لابسه هذا اللبس ما تقعدين قدامي، هذا الاسلام محرم هاي الشغلة. انت اخر شيء تفكر بان تنتقد الاسلام، وانت اصلا ما مطبق الاسلام، طبق الاسلام ومن حقك تنتقدني، وانا اجاوبك واقول لك شنو السلبيات اللي عندك، مو انت مطبق للجزء وعايف للجزء. قلت لك الشيء اللي يعجبني اطبقه، والشيء ما يعجبني لا اقول هذا اجى بوقته. لا، هو يقول لي في كل مكان وكل زمان الدين، انا ما يعني ما اذكرها كلش، في كل ان وفي كل زمان، يعني كل زمان موجود القران ويطبق. خلاص انت طبق له القران، خاطر ناقشك على مود تصير واضح حدك، انت مو مطبق للجزء ما عنده ويقول لي انا مسلم. اعرف انا مسلم خلاص، انا مسلم، عقلي هذا ربي، عقلي مسالم، اعرف شلون امشي، اعرف شلون اضحك، اعرف شلون ما امارس الجنس وي كل واحد اشوفه بالشارع حاله شعرها امارس الجنس وياها، اقول هذه حاله شعرها لازم تريد واحد يمارس الجنس وياها. هذا الفكر عندنا شاذ ولازم نتخلص من عنده، لازم نخلي المراه بالمجتمع ويانا عايشه، تعمل بنص المجتمع، تعمل بالاسواق، تفتح محلات للنساء، يعني حتى عندنا بالعراق ملابس النساء، انا بمدينتي ملابس النساء تبيعها رجال، ماكو حرمه او ماكو نساء طلعت وانتقدت هذا الشيء وقالت احنا نساء نبيع ملابس النساء للنساء، ما عندهم لهالدرجه ما وصلت مره تنقذ نفسها من هذا الشيء. احنا قابلين على ظلم المراه وقابلين على ظلم هاي القناتي هاي الظالمه المراه العراقيه، وبحياتها ما حكت على المراه العراقيه، اتحداها تقول بان الفصل مال العشائر بالعراق نساء، تقدر تقول هيك؟ راح ثاني يوم يطردونها من العراق. خلي تقول اكو عشائر بالعراق اذا واحد ضرب الثاني يطي نساء، تقدر تقول؟ ما تقدر تقول، لان هاي الشغله ما تهمها، تهمها بان الملحد انسان مسالم. احمد بس هالنقطة هي يا ريت توضحها، انه واحد اذا قتل الثاني تعطيني سبب، يا ريت تشرح لنا اياها. اي هذه انقرضت بالعراق، يعني من حس المجتمع بان هذا الشيء شاذ، صار لها سنة من اللغات. هذه الشغلة واكو عشائر بعتها تمارسها، يعني اكو عشائر بالعراق بعتها تمارسها، والمجتمع العراق كل يعرف اكو عشائر من يضرب شخص يضرب شخص، يعني فرضا نفرض
واحد يضربني يعطيني اخته، الاخته اللي ما ضربتني وما تعرف شنو المشكله وما تعرف كل شنو صار بالمشكله، تعطيني يعطيني مكان الضربه مالتي نساء. هذا من يا ضمير اقبلها يا انسانيه. راح تقول لي هذه عادات وتقاليد اجت، اوكي عادات وتقاليد، انت شرعت العادات والتقاليد، شرعت من دين، شرعت من طغاه، شرعت من دكتاتوريين، منو شرعها؟ منو يقبل شخص تنفصل يعني تروح اخته فصل؟ احنا من نحكي بهاي الشغلات يغث المقابل ويقول لك انت تركت الاسلام، تركت الاسلام، مو على مود تركت الاسلام دين، مو هو سلبي ورا سلبي. العشائر الدين، اول شيء بالعراق الدين، ثاني شيء العشائر، ثالث شيء الحكومه. الحكومه مالتنا على فكره جون، الحكومه العراقيه علمانيه، الدستور العراقي علماني نصا بس ولا مطبق به شيء. بكل تاكيد اخي، يعني يعني كل الأنظمة اللي خلينا الأشر قوسطية، يعني جيبها من المغرب لحتى دول الخليج، بعض دول الخليج ما عندهم دساتير أصلا، بس الموجود يعني كل دساتير علمانية طبعا على ورق، حبر على ورق ولا شيء منه يعني للأسف الشديد. في عندي تعليق بس بدي أقرأ للأخ الشيخ الفصخون، أظن عم بيقول: اليهودية والمسيحية أصل الخرافة ومستنقعها الأسن النتن، والإسلام غارق حتى أذني في هذا المستنقع، والأديان من صنع الإنسان وبلاء البشرية ومصيبتها ابتدأت عندما خلق الإنسان الإله والرب. طبعا الإنسان هو الخلق، أنا أؤيدك على. عم بيقول: تحياتنا للبرنامج وضيفه الرائع أحمد سندباد. طبعا الشكل الاخ الشيخ، تفضل تفضل اخي. انا مؤيده 100% بان الانسان هو الرب، الانسان هو الرب بالوجود، هو اللي يبني، هو اللي يعمر، هو اللي يصلح، هو اللي يصنع العلاج النفسي، هو اللي يبادر بكل يعني ما يوجد على الارض. احنا من نصنع رب ونعيش على موده، وما خلقتكم الا لتعبدون. يا اخي من خلقتنا بس نعبد؟ اذا بس نعبد شلون ناكل شلون نشرب؟ خلاص انت مطيني النصوص بها اشتغل واعمل، بس انت ما خلقنا الا اعبد انا. يعني هذه الاديان، حتى الاديان المسيحيه انت من تقراها، من تقراها طب بقصه، صحيح قصه شلون تايتانيك، شلون قصه طرواده، قصه يعني روعه، اللي 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 يستقبل القصص يدخلها بدماغه يقول لك هذه فعلا موجوده، بس هذه مو موجوده. يعني فيلم، هو فيلم من مخرج ومن منتج ومن ممثلين، وصار الفيلم هذا لازم نصدقه فيلم، مو نصدقه بان قصه نمارسها بحياتنا. يعني مو لازم هذا الفيلم ندخله ونعيش نعيش الحياه مالته ونخلي الربوبه والشغلات هذه. احنا لازم نحس بان هذه الفكره نشيلها من دماغنا ونعيش احنا الرب، كل واحد يصير رب. انا ما قلت للشخص تعال اعبدني ولا اعبد جون ولا اعبد فلان، انت صير انت بادر بخلاص نفسك من العبوديه. انا جاي اعطيك شيء مجاني، لا اريد منك فلوس ولا جون يريد منك فلوس ولا غيري. احنا نريد منك بان تصير انسان تفكر، تقدم. صار لك 1400 سنه تقرا كتاب واحد، اقرا غيره. انا واحد مسلم يقول لي انا حافظ القران مرتين، قلت له انت حفظت القران مرتين؟ يا اخي احفظه مره واقرا دين ثاني مره. قال لا، هو القران الصح. قلت له ادري انت يعني محرم على نفسك تقرا غير الكتاب؟ قال لا اقرا بس ما يعجبني كتاب غير القران. قلت له خلاص انت يعني انت صار لنا 1400 سنه نقرا بهالكتاب هذا النص وحده، وهذا يا اخي 100 آلاف الكتب صارت اجمل من عنده. بواقع الحال صارت الاف الكتب اجمل من هذا الكتاب. وانسب للحياه، انسب للحياه اليوميه. يعني دستور دساتير العالم كلها اجمل من هذا الكتاب. اخي احمد، انا بصراحه يعني الحلقه وصلت لنهايتها، وانا بتمنى طبعا اصدقائنا بيشاركونا بالحلقات القادمه وبتمنى يتموا معنا. اخي احمد، الكلمه الاخيره تحب توجهها لكل
الكلمة اللي بدك إياها أنت للملحدين وغير الملحدين، تفضل. الكلمة اللي أريد أقولها بأن أنا مو ضد الشخص اللي موجود وياي على الأرض، مو ضد الإنسان اللي يعاملني بإنسانية، أنا مو ضد كل شخص، ولا ضد المسلم ولا ضد المسيحي. أنا عندي فكر وأنت عندك فكر، ممكن أنت تنجذب إلي، ممكن أنا أنجذب إليك، إذا هذا يعني من المستحيل، بس أنا أريد منك تعاملني مثل ما أعاملك. أنا ما أريد كل شخص يعاملني بغير طريقة، يعني بالسب أو بالشغلة تجرح المشاعر. أنا أريد مثل ما عامله يعاملني، وأني احترام كل شخص يريد يحترمني، وحتى لو كان مسلم أو كان مسيح أو كان شيء، هو يحترمني أحترمه، بس مو مدع للشتم ولا أنت نكرت أصلك، وأنا أصل سومري، اقرأ السومريين، شوف السومريين شو يعبدون، أنا أي عبودية من عندهم. أنت إذا تقول السومريين دول مو من أصلنا، خلاص أنت مو أنت مو عراقي. العراق هو أصل سومريين وبابليين، وروح اقرأ السومريين شنو أصولهم، شنو هذا، شلون قدموا للمجتمع. يعني اجيت المجتمع الاوروبي لقيت صور السومريين هنا موجوده، والتراث مالهم، وبالعراق ما موجوده. تحيه للجميع، واذا ما بادر انا وانت والجميع نبادر، ترى احنا ننفي، لان هذا شيء خطر. شلون واحد يطب البيت منشول ينشل الجميع كلهم فلاونزا، يصير فلاونزا كلها. المفروض احنا ننتشر ونحاول نوقف هذه الفلاونزا، هاي الفلاونزا نحاول نطيع علاج قبل لا تصلنا، حاول نطي نفسنا علاج قبل لا تصلنا الانفلونزا ونطيح بها كل احنا. يا شاب يا ملحد، كون على ثقه، ما راح كل واحد يسوي لك شيء، لان هو يخاف منك اكثر مما تتوقع. بادر بالحادك وجاهر بالحادك، وقول انا ملحد بكل شجاعه وكل بساله، قول انا ملحد وهذا فكري، وممكن تقبلني ممكن ما تقبلني، هذا شيء يرجع لك. انا ملحد، ممكن تقبلني ممكن ما تقبلني. تحياتي إلك واحترامي إلك ولعائلتك ولكل الأصدقاء ولكل اللي بادروا هذا قبلي، وأعتذر أني خاف يعني معلومات قليلة، وهذا اللي أقدر عليه. ولا طبعاً يعني تواجدك معنا بكفي يا أخي أحمد، وشجاعتك يعني مشهود له، وأنا أشجع كل أصدقائنا أنه يا شباب اجهروا، راسلونا وخلونا نجهر، خلونا نصيح بصوت عالي، خلونا نفكر بصوت عالي، وخلونا نحكي بصوت عالي، لأنه غير الصوت العالي ما رح حدا يسمعنا. يعني بتشكركم كثير أصدقائي، وبتمنى ألاقيكم في حلقة قادمة. وطبعا الشكر لك موصول أخي أحمد، شكرا جزيلا، احترامي لكم تقديري. شكرا أخي أحمد، إلى اللقاء في حلقة قادمة أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء.